عم وينكم انتوا؟ وينكم؟ وينو بيك يا خي؟ اعطيني بيك. عم يرجع يدق لك هيدا الزبون يلي طار الواحة عن السطح. ان شاء الله كل واحد بده يدق لنا بدنا نرد عليه. نايمو نايمو. شو نايمو؟ يا معاه الخط. نايمو؟ انت لشو نايمو؟ الو؟ الو؟ يا ابو اياد يا حبيبي، الطاقة الشمسية طيارة الهواء. حساس مثبتها منيح يا زلمة. بدك تعمل لي حال؟ حق علي والله. صدقني عم بهرب بالشغل من سطح لسطح. بس ليك بكره مثل هالوقت بكون عندك. لك يا ابو اياد لك اسبوع عم تقول لي بكره يا زلمه. الو طلع الصوت. راح الارسال هلا من عندك ما هات؟ ما عم نسمع. شو ما بتسمع؟ بعدين نحكي. والله هو لا خلاص اطلع يا بيي، خلينا نظبط له اياه ونريح راسنا. كل مره بيعمل فينا هيك. افتح يا ابو اياد، افتح. شفتك انا شفتك. لا انت بدك تضلك عم تهرب مني. منا هون منا هون. قلك افتح. هيك نحن خلصنا اياد، بدي لي هالشيت ويلا. طب ابو اياد البطاريه شو وضعها؟ جديده؟ طبعا جديده، الشغل امبارح. إذا صار عطل صار شيء بدق لكم؟ ما يكون لها فكر، بس تدق التلفون بدينا عم ندق الباب. لك حتى قبل ما تدق بنجي. شوف بس العين. لا! شوف خليك محلك! يا لعن! هيدا سبورك. بس سبورك. هيدا واحد يجلق يا أخي، بده مساعدة دايما بيلحق. اطلعنا نشوف. لا في العدة تعيد المرة. يا شايفة قال شايفة. وين بدك تهرب؟ شو؟ جمع على خير؟ تمام. يعطيكم العافية يا ابو اياد. هلا كيفك؟ شو معلم؟ هيك عادة انت بتطنش زباينك على التليفون؟ انا بطنش زباين على التليفون، اعوذ بالله ولا عم تنقل لك الاسبوع. اياد التليفون معك وما بترد على الزباين الطيبة؟ ما انت قلت لي ما رد على الله. على قلك لهون. لحظة لحظة لحظة، انت مركب طاقة من عندهم؟ اسبوع ما عم تنقل لهم. ما عم تنقل. لما تشتري من عند مارفل رح تستفيد من كفالة حقيقية بتقدمها شركة كندية. عند مارفل بتلاقي كل منتجات الطاقة الشمسية والبديلة، بطاريات، لواح، انفرترات واكسسوارات وكل احتياجاتك للطاقة الشمسية.